طيب معي على الهاتف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. والدكتور أنا الحقيقة عايزة أقول لك حاجة قبل ما يعني ما نبتدي نتكلم في التفاصيل. اسمح لي أقول لك إني لأول مرة أكون متفائلة بشأن التعليم في مصر، وبشكرك على إنك صدرت لي هذا التفاؤل بهذا الفكر الجديد. مساء الخير الأول. بنحاول يعني. لا أنا متأكدة وعارفة، يعني شايفة المجهود وشايفة النتائج، وابتديت أشوف يعني في بعض الحاجات كده تحس إنها كي مفاتيح. فأنا عايزة أشكرك وأقول لك بجد أنا أول مرة أكون متفائلة بشأن التعليم في مصر. ربنا يسهل والله، نعمل اللي تتمنوه طب كله بجد. نعدل بس التليفون يا دكتور لأن أنا مش سامع حضرتك. أولاً اشرح لي بقى لماذا أولاً كل هذا النظام الجديد يبدأ من إيه؟ 18 19؟ في حاجتين ان شاء الله في 18 19. النظام الجديد خالص اللي بتتكلم عليه المستهدف رياض الاطفال، بحيث بدل هنوقف دخول الطلاب في النظام الحالي خالص ونستبدله بالنظام الجديد اللي بنحلم بيه بقى، اللي هو الجديد. اي حاجه بنتكلم فيها بقى عن الشخصيه، عن المهارات الجديده، عن الابتكار وكده، احنا قررنا ان دي مش هتنفع بالنظام بالتوليفه الموجوده دي، فكان لازم نبني حاجه قد تكون فرصه لينا. ورئيس يعني بيدعمنا جدا في الفكره دي، فدي بنسابق الزمن طبعا عشان يبقى في خدمه كل ده في 18. بس في نفس الوقت بما ان النظام الحالي جواه كل هذا العدد من الطلبه، لازم حاصل هيبقى معانا 11. فانت هتشتغل بالتوازي. بنشتغل بالتوازي. فكره في النظام الحالي هنعرف نفرق بينهم، الحالي بنسميه نمرة واحد والجديد بنسميه نمرة اثنين. فالنظام نمرة اثنين بيبدأ من رياض الأطفال وأولى ابتدائي، ده لوحده. النظام بقى الحالي نمرة واحد بقى لازال في ناس داخلة في المرحلة الثانوية، اللي داخل أولى ثانوي سنة 18 هيتم تطبيق نظام تقييم مختلف عليه، بحيث لما يخلص الثانوي ويوصل ثانوية عامة مش هيبقى في حاجة بقى اسمها ثانوية عامة، بل هيبقى في حاجه زي نظام افريج من زي الجي سي اي بقى وزي كل الانظمه دي. حاجه هنعملها عشان بطريقتنا بقى، هنتعلم من الاخرين طبعا، بس هنضطر نعملها بطريقه نتفادى مخاوف اولياء الامور من تحكم المدرس احيانا. طب يا جماعه انا مش سامعه، معلش حضرتك تاني يا دكتور لو نعدل التليفون او كده. اتفضل. ايوه كده، يعني هنعملها بشكل يبدد مخاوف الاهالي من ان الدروس تستمر 3 سنين بدل سنه، وان الاستاذ يتحكم في النمط. فاحنا عارفين طبعا ده، وده مش الهدف خالص. الهدف زي ما حضرتك قلتي انها تبقى حاجه زي الانترناشونال بكالوريا وزي الاي جي وكده، وتتعمل مظبوط، ويبقى نصها مشاريع ونصها يعني بنوك اسئله معموله الكترونيا، ما فيهاش تدخل بشري خالص لا في الامتحان ولا في التصحيح. بس برضو نرجع تاني نسال، هل ده يؤدي لتقليل الدروس الخصوصيه؟ لا، ده المفروض الهدف منه انهاء الدروس الخصوصيه. انهاء الدروس الخصوصيه. بالعكس، اهالي خايفين منه، وده ملوش اي علاقه بالتجارب اللي هم شافوها في الماضي. خايفين منها لما كانت الثانويه العامه 2 سنين، قال لك كده هتبقى 3. لا، ده مش الهدف خالص. الهدف ان احنا نقيس مهار اللي اتعلموه الطلاب، مش فكره الاجابه النموذجيه. عاوزين نعلمهم البحث والتفكير والمشاريع، قصه ثانيه خالص. فهتروح الدروس اوتوماتيك، لان الدروس مبنيه على تحفيظهم الاجابه. لما ما يبقاش في امتحان قومي ولا اجابه نموذجيه، الدروس ما بقاش فيها لازمه. طيب احنا كده بنتكلم على اللي داخلين اولى ثانوي من اول من سنه 18 19، يعني العام الدراسي مش اللي احنا فيه ده، العام الدراسي القادم باذن الله. دول هتكون الثانويه العامه، او يعني شهاده الثانويه هتكون على 3 سنوات، والتقييم فيها هيكون قايم على يعني الاسئله بقى اللي هي المالتيبل تشويس والكلام، وفي اسيز اكيد طبعا. بالظبط. والمشاريع، لكن التقييم هيكون على 3 سنوات بطريقه تعليم مختلفه. بالظبط. طيب. ده في النظام الحالي كمان. طيب حضرتك ليه لغيت الابتدائيه كشهاده يا دكتور؟
والله يا فندم الشهاده الابتدائيه دي يعني ما بقاش ليها قيمه عمليه فعلا، لان مستوى التعلم الناتج عنها لا يسمح زي زمان ان اللي يتخرج منها يقف هنا ويشتغل مثلا او يبقى جاله نصيب من التعليم، دي تبقى شهاده يعني. هي بس بيتصرف عليها فلوس كثيره جدا في صوره مكافئات وكنترولات، بينما هي لا تؤدي اي غرض، فاحنا هنعتبرها بس سنه نقل عاديه خالص. وعاوزين نقلل الضغط العصبي اللي بيتعمل في الاطفال في السجن اللي المفروض يعيشوا فيه كاطفال، فبدل ما نحملهم بامتحان ملوش قيمه فعليه غير انه بيصدر لهم يعني ضغط هائل وبياخدوا فلوس، بياخدوا فلوس ثانيه وثالثه ابتدائي، دروس ثانيه وثالثه ابتدائي، في ناس بتاخد دروس من قبل كده كمان بالذات كمان في بالذات في العربي في الابتدائيه والحاجات دي بياخدوا دروس. طبعا فاحنا عاوزين نشيل ده من الحته دي ونخليهم يعني افضل لهم يعيشوا كاطفال فعلا. انا شايفه كمان اعتبار ماده التربيه الفنيه والكمبيوتر مواد نجاح ورسوب، ده هيكون من امتى يا دكتور؟ لا ده من السنه دي على طول، بس هنا احب اوضح حاجه، احنا شايفين ان الرسم والكمبيوتر مادتين الاثنين مهمين جدا. معنى القرار ده المواد الفنيه اللي هو الرسم مش كده؟ الرسم كلنا كنا بناخد رسم طبعا. المشكله الحاليه عشان احنا نعترف بس بالحقيقه، الاداء اللي على الارض او وجود مدرس الرسم او مدرس الكمبيوتر مش كافي. الكمبيوتر بيتدرس على التخته مش بيتدرس بكمبيوتر، لان معظم المدارس ما فيهاش الادوات. وبالتالي كده احنا بندخله في المجموع بنقلب الولاد. يعني انا نفسي اعلمهم كمبيوتر بس اعلمهم صح، فقلنا لحد ما اكتمل نقدر احنا نديهم ده مظبوط، مفيش داعي نظلمهم ونحطه في المجموع بقى، فهنعمله ماده نجاح ورسوب اعترافا منا بعدم قدرتنا على توفير ده دون مدرسات، اول ما نوفره هنرجعه تاني جزء من المدرسه. فاحنا دلوقتي بنتكلم على انه من هذا العام الدراسي الرسم والكمبيوتر هيكونوا مواد نجاح ورسوب، مش هيضافوا للمجموع، لكن مواد لكن لازم الولاد تنجح. لازم، ده شيء عظيم والله، ده شيء عظيم. طيب المدارس المتفوقين بقى، وانا عارفه انه الرئيس كان مهتم جدا بقصه مدارس المتفوقين على مستوى الجمهوريه، وضعها ايه دلوقتي؟ بتوسعوها ازاي؟ هو في 11 مدرسة والتجربة نجحت جدا جدا. اللي هي مدارس النيل هي دي يا دكتور ولا ايه؟ لا لا لا، في نوعين، في المتفوقين اللي هم الستاب، دول بياخدوا الأوائل بتوع الإعدادية، المتفوقين في العلوم والرياضيات، يعني عشان يتقبل لازم تجيب مادة نهائية، يعني مادة نهائية في واحدة من العلوم والرياضيات و 98% مش أقل في الثانية. فإحنا بننقي الناس الشطار جدا جدا، ودول بيروحوا مدرسه داخلي 3 سنين وبيتعلموا بالكابستون بروجكت، بمشاريع مش بامتحانات ومش بكتب، ما عندهمش منهج تقليدي، عندهم مخرجات تعلم، فده نظام مبتكر جدا ويعني ماشي بجوده فعلا عاليه، بس ده لاستقطاب اللي هم الجينيس يعني بتوع العلوم والرياضيات. الرئيس عجبه ده جدا وعاوزه على الاقل يبقى في مدرسه من دول في كل محافظه، فعاوز، وده حقيقي مطلب طبعا منطقي جدا، لانه فعلا فكره انك تبحث عن هؤلاء، طب ابحث عن العباقره، ابحث عن الشاطرين. وده الرئيس بياكد عليه وعاوز اكتر من كده، هو عاوز تصور كامل ازاي نكتشف الموهبه من اول للحضانه، سواء كانت في الرسم، في الادب، في الموسيقى، في العلوم والرياضيات، وده بنحاول نعمله فعلا دلوقتي. دكتور مش هترجعوا حصه الالعاب؟ انا مش يعني حضرتك كده بقى هتكتشفي كل الاسرار، احنا بنعمل بروتوكول هنعلنه قريب جدا، ضخم جدا، هنرجع بيه الرياضه المدارس. ارجوك اقدر اقول عملنا بروتوكول مع اتحاد السباحه اللي هو بتاع الجري والسباحه والدراجات، مش بس كره القدم، عاوزين لا عايزين احنا دي. احنا زمان كنا في المدرسه بنلعب تنس، بنلعب فولي بول، بنلعب هاند بول، كنا بكل انواع الرياضه يعني، ويعني بنعمل اتفاق مع انديه كبرى في مصر عشان تدعمنا وتعمل لنا دوري للتعليم الخاص، دوري للتعليم العام، دوري المدارس في المدارس، فهنرجع ده كله، وفي اتفاق مشابه بنبحثه دلوقتي مع دار الاوبرا المصريه ومع مخرجين مسرحيين كبار جدا عشان نرجع
التمثيل والفنون بالظبط. احنا كان عندنا، انا فاكره كويس قوي، كان في حصه موسيقى، والموسيقى دي كان جواها كل شيء، يعني كنا بنقرا شعر، وكنا بنعمل مسرحيات دايما في نهايه السيزون، يعني كل ده كان بيربي برضو يعني طاقات فنيه لدى الاولاد. والله الاكثر من كده، او الفلسفه بقى اللي هي زي اللي حضرتك بتقوليه، عايزين نعيد بناء حاسه التذوق في الاطفال. بالظبط يعني هم بالظبط لما يشوفوا الفنون ويشوفوا يسمعوا المزيكا وكده، مش بس بنكتشف مهارات، بس بنعلي التذوق. والتذوق بدل ما هو نسمع الاسم. اغاني التوك توك نسمع لا، اغاني تانية. بنعلي المشاعر الانسانيه كلها، والاداء كله بيتغير لما الانسان بتهذبي هذا يبقى الاسم. لازم نرجع حصة الموسيقى. حته الموسيقى وتبقى حقيقيه، مش تبقى نشاط كده يعني ايوه يقعدوا الولاد تلعب في اي حاجه. لا لازم فاحنا بنحاول نعمله بطريقه منهجيه. وهتشوفي حضرتك ده في السنه اللي جايه دي على طول. السنة الجاية على طول. طب أرجوك، أنا محتاجة يعني يا ريت نتفرج على التجارب دي، لأنه فعلا هتحسسنا إن في أمل. طيب المدارس اليابانية كان المفروض بداية التقديم ليها أظن النهاردة، لسه ما بدأتش. إيه تقدر تقول لنا إيه يا دكتور عن هذا الأمر؟ دي طبعا معركة مع الزمن بقى الحقيقة. إحنا في 28 مدرسة بيتبنوا، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المنوطة بذلك، وهتسلمه لنا الوعد إنها تسلمه لنا 15 أغسطس، يعني بعد أسبوعين. وإحنا بعتنا ماستر ترينرز أو مدربين إلى اليابان، راحوا 40 واحد ورجعوا وبيدربوا مئات زمايلهم علشان يتمرنهم على الطريقة دي في التدريب. وهنفتح الباب خلال ساعات يعني لقبول طلبة في رياض الأطفال لحد ثالثة ابتدائي. في ال 28 مدرسة دول اللي إن شاء الله يبتدي في سبتمبر. طب إمتى التسجيل يا دكتور؟ أعتقد إنه بنتكلم على يعني يا إما بكرة يا بعده حاجة كده. يعني هيفتح خلال أيام. طيب يعني بصراحة أتمنى لك التوفيق جدا، الرؤية واضحة، الخطوات واضحة، بجد أتمنى لك التوفيق. وأظن أنه كمان لازم القطاع الخاص يدخل معاك في، يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني سواء يعني لازم يبقى فيه مشاركة، لأنك مش هتقدر تعمل ده، أو الدولة مش هتقدر تعمل كل ده لوحدها الحقيقة. ده بالظبط اللي قاله السيد الرئيس، وده في مشروع هنطرحه خلال أيام برضه اسمه الشراكة مع القطاع الخاص، اتعمل بين كامل، وهنعمل مئات المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص، وندي لهم تيرمز جميلة جدا. هايل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والحقيقة بحييك مجهود كبير، وأتمنى أنه يعني فعلا ده يؤتي ثماره. التعليم هو أساس كل شيء.